دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله ال 35 من الدوري الانجليزي. بالنسبه للاخبار المهمه اللي هتحصل النهارده، مترو الأنفاق هيعيد تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو بعد الغلقة لمدة يومين لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو. والنهاردة النيابة الإدارية أعلنت أنه هيكون مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 الساعة 9:30 الصبح بمقر النيابة الإدارية في 6 أكتوبر. والنهاردة هيختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بمادتي العلوم والمهارات المهنية، وكمان هيختتم طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الامتحان بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية. والنهاردة ولعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 35 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة مانشستر سيتي مع ليدز يونايتد الساعة 5 العصر، وفي نفس التوقيت يلتقي كريستال بالاس مع توتنهام، والساعة 7:30 مباراة ليفربول مع برينتفورد.